كوزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. من القائل لو كان جاء عبد الرزاق الشابي خويا راني تبريت منه؟ من القائل؟ منعش شكون هذه؟ أول مرة نسمع بها. فيديو كامل فيها الحكاية هذه. من القائل؟ ما شفتوش الفيديو؟ إيه فهم. شكون قال؟ شكون حسب رأيك؟ قال لو جاء لو كان عبد الرزاق الشابي خويا راني تبريت منه. راني تبريت منه؟ ما نتصورش حد باش يقول عليا. ليه ما نتصورش هادي؟ والله هذا في الإعلام؟ إعلامي؟ ما نتصورش كان إعلامي. جلال برايك؟ جلال برايك ديما يقول أكثر من هكا. يعجبني راهو ساعات يقتلني بالضحك، يبدا يشتم فيا ويقول عليا كلام كبير وعبد الرزاق درا شنو والبهيم ساعات بين ظفرين سامحوني في الكلمه. عبد الرزاق ما يعرفش اللي انا رئيس تحرير خرجت اجيال، وما يعرفش كان نحطه قدامي ونقول له خذ ورقه بيضة انت اكتب وانا اكتب ليه تو يدوخ، وما يعرفش هادي ما يعرفش هادي. انت اكثر ثقافه منه، اكثر تكوينا منه هو؟ طبعا شو رئيس تحرير ريدكتور اون شيف 23 سنة. يتهمك بالشعبوية الزايدة؟ هذا يتهمني بالشعبوية واللي أنا ما نفهمش واللي أنا سطحي واللي أنا ذوق غير سليم ما يعجبني راهو بالحق يعجبني. ما نتقلقش منه، ما نتقلقش ويزيد ما يسالش. نقلب لك السؤال، لو كان جا جلال برايك خوك هل تتبرأ منه؟ لا ما نتبرأش منه. خويا راهو ما تحكي ليش بأخطاء وباللي حبه.